هذا المؤتمر في مراكش الميدان ديالو هو التمويل بصفة عامة، وأنا هذا المساهمة ديالي في ميدان الخاص ديال الرقمنة، العلاقة ما بين التمويل والرقمنة. وبزاف الناس تيخلطوا بعض المرات بحال دابا البيتكوين والتكنولوجيا اللي كاينه من اللي كتسهل البيتكوين. وبالفعل في المغرب عمله كالبيتكوين، البيتكوين عمله خطيره بزاف، لان تقدر تكون عندها واحد استعمالات سلبيه على الدرهم، ولكن التكنولوجيا اللي كنستعملوا باش نديروا البيتكوين مهمه بزاف، تقدر تسهل بزاف الحوايج. غنعطيكم واحد المثال. اليوم تغديت بواحد طاجين ديال الحوت في مراكش، وسولت الوالده قلت لها هذا الحوت منين جا، قالت لي راه جا من الوالديه. قلت لها واه ثلاثه السوايع والصهد وداك الشيء كيفاش جبتيه؟ قالت لي هذاك واحد الصياد في الوالديه كيدير في واتساب، تيدير هو ما تعرف لي قرا لي كتب، تيدير التصاور ديال داك الشيء اللي تيصيد، والناس اللي خدامين معاه الا عجبهم شي حوت كيكتبوا ليه كيقولوا ليه صيفطوا ليا في الكار، كيدير واحد الترج كيصيفطو في الكار تيوصل لمراكش. الوالده ديالي كتخلص هذاك السيد مولي جاب ليه، ولكن ما تتخلصش مول الحوت، كتصيفط ليه في وافا كاش. دابا الا جينا نشفلو الواتساب والوافا كاش تكنولوجيات رقميه كيفاش تيسهلوا على مواطن بسيط ما عندوش قدرات زعما باش يمشي للبنكه ويجيب سميتو انه يدير يخدم الاقتصاد ديالو. وهذه التكنولوجيات اللي كنا في المغرب كنعاونوا الناس انهم يستعملوهم مزيان ونعاونوهم انهم كلهم يقدروا يوصلوا ليهم، تقدر تسهل وتعاون المواطن الصغير انه يكون عنده اقتصاد في واحد المستوى اللي يقدر ان شاء الله يمكنه انه يعيش مزيان. المؤسسات والابناك وداك الشيء يقدروا يسهلوا هذه التكنولوجيات على المواطن، ويقدروا يسهلوهم لواحد الدرجة أن حتى اللي بغى يعاون هاد المواطنين هادو اللي كيديروا هاد الاقتصاد، نقدروا نقولوا ليه اقتصاد صغير، إلا بغينا دابا نعاونوهم وننفستيو في الاقتصاد ديالهم راه صعيب بزاف. خصنا هاد التكنولوجيات نقدروا نستعملوها حتى باش نعاونوا هاد الاقتصاد ديالهم. تتسمى بالإنجليزية التوكنيزيشن، وهاد المسألة ديال التوكنيزيشن تقدر بنك المغرب والأبناك المغربية يسهلوا بها الاقتصاد الصغير في المغرب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.